اهلا وسهلا بيكم. لو اول مره بتشوفنا يا ريت ما تنساش دعم الاعجاب واشتراك في القناه. النهارده بنتكلم على الفرق بين الذكر والانثى. هل يمكن معرفه الفرق بين الذكر والانثى في طيور الدره بجميع انواعها؟ يعني سواء كانت الدره الهندي، الافريقي، اللاتيني، الامريكي، ايا كان نوعها. هل يمكن يعني تحديد ومعرفه الفرق بين الذكر والانثى؟ طبعا احنا عارفين ان اللي بيحدد لنا الفرق بين الذكر والانثى هو ظهور الطوق، وظهور الطوق ده هو يعني ما بيجيش الا بعد يعني ايه بيختلف، يعني متى يظهر الطوق على رقبه الذكر؟ طبعا المساله دي بتختلف من يعني ما اقدرش احددها، يعني في ناس مثلا تقول لك بيبدا ظهوره عند 8 شهور، في ناس تانية بيظهر عندهم من عمر سنه ونص، في ناس تانية ممكن يصل الى سنتين ويبدا مع القلش يظهر بعض الريش الاسمر او الريش الاحمر للذكر. ف يعني بدايه ظهور الطوق بتبدا عند 8 شهور، يعني بتبدا حاجه بسيطه، او ان هو يعني ايه من الصعب ان هو اصلا يدركه الا الخبراء. فيعني انت ما تنتظرش لما يكون عندك الذكر او عندك الطيور مثلا مر عليها سنه ونص، لسه برضك ممكن الطوق لسه ما ظهرش، حتى لو سنتين، يعني مع اول قلشه بعد سنتين بقى، يعني سنتين مثلا وشهر او كده، خلاص بقى لابد ان الطوق هيبدا المعالم بتاعته تظهر وتتضح. لكن هل يمكن معرفه الفرق بين الذكر والانثى قبل مرور مثلا سنه او سنه ونص؟ طبعا صعب جدا. هو ممكن احنا يعني العمليه دي ممكن تتضح بس للناس الخبراء، يعني مش من الصوره، يعني ممكن بعض الناس تبعت لي صور وتقول لي ايه شوف لنا الفرق بين الذكر والانثى، ده الكلام ده هو لسه عنده عمر كام؟ عمر 4 شهور او عمر 8 شهور او عمر سنه. طبعا المساله دي صعبه، لازم يعني يكون مر على الذكر او على الطيور مر عليهم يعني ايه سنه ونص عشان ابدا اشوف المعالم، وبعدين الصوره نفسها ما تكفيش، يعني لابد ان انت يعني انا يعني بعرف سواء كان ذكر ام انثى بعرفه مش من الطوق بس، لا في عندنا من الطوق من التغريد، يعني صوت الذكر بيبقى صوته مميز عن صوت الانثى، يعني انت شوف كده الذكر ليه القدره على التغريد، صوته يعني ايه بين الذكر والانثى من حيث الحركات. طبعا اللي قدامنا دلوقتي ذكر، يعني شوفوا قبل ظهور الطوق بنشوف حركات الذكر، دي حركة بتدل على ان ده ذكر. تعالوا بقى كمان نشوف الانثى، حركة الانثى دي انثى يعني ايه راغبة في التزاوج، او بيقولوا عليها انثى زيفة، يعني تحتاج الى التزاوج، والحركة بتاعتها بتكون شايفين زي ما احنا بنشوف كده، زي ما احنا بنشوف دي حركة الانثى اللي هي راغبة في التزاوج. وشفنا الوقت الفرق بين حركة الأنثى وحركة الذكر، وده كمان صوت صوت الأنثى، وده طبعا علامة واضحة جدا إن دي أنثى. وحتى لا تنخدعوا، الأنثى بيكون لها طوق خفيف جدا، الأنثى بيكون لها طوق خفيف جدا، وهي ديت اللي بتعمل يعني ده أصل المشكلة. كوكي